سامحني تعبتك معايا. والله 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 في فرح صبري ما نعودها لك ثاني ونفل. تعيشك بغير مزيان. اوي حتى انتي تعبت زاد واقفه من الصباح. يا امي يا امي سخيه. اوكي تواور ولد ناس ارتحنا منهم رجعناهم لهم عليهم. كان فما قريه اخرى تقعد الغدو. سيدي خويا. نعم. اش باش نقول لك؟ ملي دخل صبري يقرا في الحر فلوس الحمام ما عطوش مززيني. تريميسه ذاك الحسبه. وانا ذاق بيا لحالو وما عرفتش اش نعمل. اش باش نقول لك؟ عندي طرف فلوس مخبيهم على جنب باش نصلح بيهم الموتور. البارح بركة صرفت اشترهم. التفتوفه اللي بقات تغدو نجبدهم لك. انتي ليه يا سيدي خويا؟ انتي يجعلك تقوم بعائلتك. وبقدرة ربي في الصيف يكثروا العريس وتحرك الخدمة ونعاونك نشري بابور جديد. أنا قلت لو كان هكا. لو كان شنو؟ نعرف بنية تخدم في الوتيل. قالت لي حاشتهم بمرأة تمسك في الحمام. يا الوتيل فيه حمام؟ إيه فيه. قلت لو كان قبلوني نخدم في النهار في الوتيل والستة نولي نمشي الحمام. يا ربي معناتها في آخر عمري باش تكشف لي حالي وسط البلاد. ها اش قالك اش قال عليك؟ سلمى بنت العوام تخدم في الوتيل. مش قاسيناها الحكايه هذه؟ رجعت لها ايش فيها؟ شنو الفرق المسد نساه في الحمام ولا في الدار ولا في الوتيل؟ شوف نحسب روحي ما سمعتهاش الحكايه. اي تسمع لاخي تفهمني عايش خويا. راني متعوقه ورحمه امي ورحمه امي العطار عندي شهرين انا جبت نخلص. قلت لك لا الحكايه هذه تنساها. ما يزيش وليت لي ماشطه. ايش بي نسرق ولا نعم في العيب؟ ما فماش واحد في البلاد ما يعرف سلمى بنت العوام. الليل ليل الناس تسكر بيبانها وهي تبدا تدور من دار لدار. كيف تعيط لي مراه باش نلصق لها طرف حله في الليل ولا حرقوس ولا نعمل لها مكياج نقول لها ليه؟ انا قلت لك الف مره لا وانت شديت صحيح وهي هي وغلبتني. شنو اللي قادر؟ لوتيل مسكر في وجهك ما نجمش تدخله هاك لقيت له سبه. انا نحب ندخل لوتيل. الله يسامحك. صباح الخير سلمى. صباح الخير سلمى. سلمى يهديك سلمى. سلمى بربي عليها توجع فيها. حرام عليك اختك عمرنا ما سمعنا عليها كلمه عيب. لو كان ما كانتش كي من هكا حتى مرا ما دخلها لدارها. العباد مش رحميه. المرا مزيانه في وجهها الضوء والكلهم طامعين فيها. اي خدمه تدخل لها يكثر عليها الكلام والتقطيع والتريش. زيد عملت تحبيب العريبي عاد هذيك قالت لهم اسكتوا. حتى الراجل اللي خذاته هج وخلاها وهرب من كلمات الناس. شوف انا توا المسؤول عليها. اما لقعدها في الدار واصرف عليها انت. عدنا عامين التفتوفه اللي لموهم تصرفهم على الفلوكه نتاعك. توا يتخرج فاروق فلوس الكلام والمصروف اللي ياخذ فيه يولي فاضلنا. وقتها تو نشري موتور جديد. لا وقتها لازم تصرف على ولدها وتصرف على بنتك اللي باش تاخذ الباك وتدخل الجامعه. يما يخدم فاروق بحول الله وربي يفرجها من واسع. ان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. بعد اللي سبادريك بشهرين اسمعني عندي مليون ونص عندهم مده ما زادوش. كي تبطل السهريات اتو يزيدوا. هاي قول لي مروح ولا مازلت؟ مازلت عاد باش تجي سيلين هي وصاحبتها. شكون؟ يودي باش تجي سيلين هي وصاحبتها. ما خلقتش من البنك ما جنبك ما وجهكش. مبروك عليك الزوز. صاحبتها فرخه مش نورمال يودي تقت. اسمعني بوك مازال كيروح من البحر وما تقعدش تتعارك انت وياه لوجوه الصباح باهي؟ هاي على خير. صباح على خير. يظهر لمبيتها بحذاك على البنك. عمي صح صح. اهلا بخالد يعطيك الصحة. صباح صباح يا سعاد بالله قرنفل المسير وطرف زيتون كان عندك. اسمعني يا عمي سمعت بسلك الوحلينة شبيه قال لك جاب قرابة 10 كونتراتوات. قال لك 10 كونتراتوات جاب 4 بركة بالله والله. عمي عمي اسمعني برجولية نعفو صعب وكون حبك تكلموا عليه. واش خص ايامي يا وليدي واش خص ايامي وسعدي حتى احنا من دون الناس كل ما عنا حتى حد في فرنسا. حتى عمك عملنا له ديات وسويقات وطلعناه مازلنا نسخنوا في كفوف يدينا وتخل يكركر في ساقيه. الله غالب يا سعاد المره الجايه ان شاء الله تثبت. ايه باش عملنا تو عمي باش تكلموا ولا يا خالد راك مازلت صغير حتى 18 سنه ما عملتهمش. انت كان دز فازك برسم تزيد تاخذ الباك وقتها خرجتك مضمون غير حظ حنيناتك برك. وقداه خرج فيه؟
والله سمعت ب 15. هو 15 مليون المره 15 دينار اش بيك راهي خارجه مضمونه. انت تمد الباسبور والفلوس عمل لك كونترات نتاع خدمه مترسم بشركه محترمه ومن بعد يدبر لك بعثه في ستاج يجيك الباسبور اللي يديك بالفيزا والتذكره خالصه من فوق. يا ما لا راهو استغنى سلك الوحلين هذا من روس الذراري. استغنى شيء يا بنتي، يا رجل سباب ما على دين يخدم مع واحد من ولاد بسم الله. اسمعني امي انت بابا يعطيني 15 مليون. اوه يا وليدي اللي يسمعك يقول بكره قد عليهم من جانا 15 مليون احنا. يا وكل مره اخرى تصرف واعطاهم العمي لطفي باش خرج. عمك لطفي بعت على خاطره ذهبي. عمك لطفي كتبت لكم باي في الدار يستحبوا خالصين. خالصين كتبت لنا بايك على ورقه ومازلت ساكن معانا. اش عملنا وجه مليح. علاش مره فيها القدمه تو سعاد تحبني نخرج ولا نخرج؟ تخرج كول 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 واسكت تخرج. باهي اسمعك انا نخرج حارق باربع ملايين كهو. نعم حارق ما عادش عاود هالكلمه هذه والله كتيب صغادي قالوا حارق. يا امي الحكايه ذي ما تخوفش شفت هذا سالك الوحلين عارف وعامل بط يحرق بيه شفت البحر كامل ملكهم ما يكلموا حتى حد. قلت لك لا هذاك اللي مزال. باهي هو سك اللمبه دوزها ومن بعد لا اوراق لا كونتراتو لا باسبور والله ما يقتلك الشر والبرد ويصير لك كما صار لعمك. فهمت انت خذ الباك واش عليك وراس ولد خويا الا ما نخرجك انا باهيش. تهنى تهنى وليدي مادام سياده السفير قال لك نخرجك من تو اعتبر روحك في قلب باريس. زيد تمسخر عليا انت الله يديك. نجيب لك كويستاي. جيب انت مررتها مررت انت. انا ماذا بيا نخطبك اليوم قبل الغدوه اما خايف للرئيس نور الدين يتكبر عليا ويحقرني. ايوه مش خايف لكن يسمع بينا نتقابلوا بالسرقه؟ والله حرت 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 سكرت البيبان كلها في وجهي حاجه برك متاكد منها وثق منها لي نحبك برشا. بيه حكيتش مع خالتي منوبيه؟ لمحت لها مره هكا من بعيد قلت لها اللي الرئيس نور الدين ياسر ناس ملاح معايا برشا ولو كان يكمل مزيت ويعطيني طفله من بناته. اي اش قتلك؟ قتل يعمل عقلك والعين ما تعلاش على الحاجب وقبل ما تخمم في العرس فكر فين باش تسكنها المرأة وضربها بهيك تشوف خربة طايحة ما نجم نعمل فيها حتى شيء. يا أخي نجيب أختك ما تعاونكمش ما تبعث لكمش فلوس. نجيب أختي رجالها لخطر مسكننا في هيك التركينة ماشي في باله عامل علينا مزية كبيرة برشا. أوف ما تحط شيء في بالك يا شاكر أنا ما نسلمش فيك ونعيش معاك إن شاء الله حتى في هالخربة هذه. اللي نحيك عليه يا جميل وإن شاء الله ربي يقدرني ونبني لك أحسن دار في البلاد. والله يا جميلة لو كان حصل تفتوفة فلوس ريت هالخربة هذه اللي منردها جنة على الأرض ونعيش فيها أنا وإياك شيخين. من غاديك نعملوا بيت نومنا حبة متلفتة للبحر ولهنا السال من غادي بيت أمي بيت السرع إن شاء الله. رفيقة تعمل حاجة خير من اللي قاعدة هكاكا هات شد فصص لي هذو مطرة جميلة قداش بتاعت اليوم إن شاء الله بركة ما تغلط ليش في الخيط كان عينك امشي وحدك واختار اللي لازمك أنا ذوق تعرفني ما نحبش نخرج علي زلت خايفة على عرضك برا عرضني الراجل بصغار وربي هني أنا نهار تقدمت خذيت وأنا ما زلت قاعدة هذاك مكتوب مكتوبنا اسمه قمر سين كيف شات فيا صحيح بعث الناس يقرقوا بابا محسوب وافق أما هي كالعادة سبلت لربعة وعملت الفيلم نتاعها. فيلم أختك نهارتها تحت تخدم باليد والسيق شعرها ماتت وانت تقولي فيلمة في مين ركبها المرض ما هو من هاك النهار المحنون من نهارتها العام اللي تعدى على بدنها تقول 5 سنين تشوفش فيها مسكينة على شرط تقتلنا كله تبقى تذن براسها في الدار. يزي حرم عليك تتسخف مسكينة خزر لها تقول عمرها 60 سنة ليش خليت عليهم 60 واه يا غلبتك يا رفيقة من جاوها 60 يا أخي قمرت فوتك انت بعامين وانا ب4 سنين غير المرض اللي ترمي عليها وخيتي مسكينة حالة وليت إذاك ربي يعرف شي يعمل خلص لي حقي منها خاطر ظلمتني ووقفت لي في باب مكتوبي واه يا أخي ما تقولش ديك وليت هكا أنت
وليت برانيه وسطنا راه ما عجبك شيء. شو الحاله لوين ماشي؟ تعرفش كيفاش سايب عليه سايب عليه ما تعاونيش ما حاجتيش اخرج عليه. سيد ادي وشويه في قمر لطف يا ربي تقول مش اختها. صغيرة وعاملة بالعاني يا ليني. شنو صغيرة؟ أحليب. قتلو صغيرة الدار هذي مريت فيها صغيري. حوس كان عقلك احشم على روحك وتلم خير لك وبرا قولي بوكي قايد لك في الحج ارجع الرب يرى يا أمي. اسكت 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 بكرة قد أنا نحب نعلمكم اللي صار انقلاب في وسط الرابطة وإذا نسكتوا اليوم السيناريو هذا يتعاود غدوة على النقابة وعلي قادلنا بالمنظمات اللي تدافع على حقوق الإنسان في البلاد هذه. الحاكم ما ينجمش يمسها المنظمات هذه على خاطر حفاد سقيه باش يلمع تصويرته قدام الرأي العام والإعلام العالمي ويقولوا تونس معجزة اقتصادية ونحن غارقين في الفقر الهوني. الحاكم باش يمحق المنظمة هذه باش يمحق الرابطة باش يمحق النقابة ويخلي الشعب يقاسي وحده في نظام ديكتاتوري بوليسي ولا يتفنن في التعذيب والقهر والقمع. ناوي على قصر رقبتها. أنا شفتك الدوسي بتاعها. الدوسي بتاعها حافظه من نهار اللي هبطت من كل شمها. جيبوها لي لهنا قدامي. وتعملوا لها دخلة باهية. في الليل مش في النهار. والله يبارك فيك. أي ورقة تلقاوها على سليم الغيث تجيبوها لي. نحب حكاية محبوكة. تطلعش تعرف القانون خير منها. فهمنا سيدي. ما تحشم بربي لا تحل البيت أمان يا ربي شكون